السلام عليكم طلاب، رجعنا لكم بالجزء الثاني من المحاضرة الرابعة بارت 2 اللي هو راح نحكي بيه على فشي يصيحوله بوليان الجبرة. مثل ما تعرفون بالجزء الأول من المحاضرة الرابعة شرحنا على البوابات الجيتس أو اللوجيك جيتس. عرفنا البوابات اللي هي كانت تتضمن الأند والأور والناند والنور والإنفيرتر والبفر والاكس اور والاكس نور، وعرفنا ان كل بوابه ممكن تكون من الانبوت مالتها ممكن يكون 2 3 4 الى اخره. عرفنا التروث تيبل مال كل وحده والرمز مال كل وحده والاوبريشن مال كل وحده، وعرفنا الفرق بين الضرب والجمع المنطقي عن الضرب والجمع الباينري. الجزء الثاني من محاضرتنا اللي هي يصحوله بوليان الجبرا اند لوجيك سمبليفيكيشن. بوليان الجبرة هي عبارة عن مجموعة قوانين بوليان الجبرة. هاي القوانين تساعدنا في تبسيط اللوجيك، تبسيط معادلات اللوجيك أو الجيتات مال اللوجيك. فراح نيجي نعرف على بوليان الجبرة هي شنو. طبعا مثل ما تعرفون عندنا 3 شغلات بالرياضيات موجودة، اللي هو التبديل والتجميع والتوزيع. التبديل والتجميع والتوزيع، هاي نفس هالقوانين موجودة وين؟ باللوجيك. يعني مثلا بالرياضيات، من نقول مثلا 5 + 2 هي نفسها 2 + 5، فهاي تبديل. هنا هم نفس الشيء، او مثلا من نقول 2 × 2 العفو، مثلا 2 × 3 هي نفسها 3 × 2. هاي وين؟ هاي بالرياضيات. اي نعم نفس الشيء. اذا نقول اي زائد بي هي نفس بي زائد اي، واذا نقول اي في بي هي نفس بي في اي، فهذا شيء يصح له؟ يصح له التبديل. هذا شنو؟ هذا اول شغله. الشغله الثانيه اللي هي التجميع، نفس الشيء. اذا نقول مثلا خلينا نفرض 5 زائدا، افتح قوس مثلا خلينا نقول 2 + 3، نفسها اذا قلت مثلا بين قوسين 5 + 2 + 3، هاي هي نفسها، هاي نفسها هاي. ونفس الشيء اذا كان عندي ضرب، فانا هم نفس الشيء. اذا اقول a وبين قوسين b زائد c هو نفسه a زائد b زائد c، فانا نفس الشيء. هاي اذا تشوفون هاي البوابه هنا ايش راح يصير؟ البي والسي اور، واثنين هن اور ويا الاي، وهنا نفس الشيء الاي والبي اور، واثنين هن اور ويا السي. ونفسه اذا كانت بالضرب، اذا تشوفون هاي بالضرب اي، وهنا بين قوسين بي سي او اي بي بين قوسين والكل سي، فهاي نفس الشيء. والشغله الثالثه اللي ايضا عندنا اللي هي التوزيع. مثلا نقول 5، افتح قوس 2 + 3، شو راح تصير؟ مو راح تصير 5 × 2 نقول 10 + 5 × 3 = 15. هنا نفس الشيء، اي افتح قوس بي زائد سي، فهنا راح تصير اي في بي وزائد اي في سي. هاي وين؟ فباعوا هنا، شوفوا بالمناسبه باعوا هنا بي زائد سي، بي زائد سي هاي وينها؟ بي زائد سي الكل مضروب في اي، هاي الكل مضروب في اي. نفسها اذا اقول الاي ويا البي مضروبات والاي ويا السي مضروبات، طبعا بالمناسبه هذا الاي تقدرون تاخذون بن او هذا توصلوه لهنا، واثنينهم صايرات اور، يعني هاي هي نفسها هاي. بس فد ملاحظة مهمة، من نريد نحل طبعا احنا ناخذ هاي. ليش؟ كهندسة، كشغل هندسي، لازم اقلل عدد الكومبوننت ايش قد ما اقدر. فمثلا انا اذا رحت واشتريت بوابات اند او بوابات اور، وين انا اشتري 3 بوابات هنا، وين اشتري بوابتين؟ هنا بديزاين عدد الكومبوننت اقل، عدد الاسلاك اقل، والسايز مالته راح يصير اقل. هنا لا، عدد الكومبوننت اكثر، الاسلاك اكثر، السايز راح يصير اكثر، وعمليات الحسابيه ايضا راح تصير اكثر. زين، فلذلك دائما اختار هاي. بس اذا اجي
كناتج كلهن يطلع عن نفس الناتج، هذا هو نفس هذا. تمام، نجي على قوانين بوليان الجبرة. قوانين بوليان الجبرة هاي، هذا النيتشه طبعا هسه احنا اخذنا لي فوق ثلاث قوانين اللي هن التبديل والتجميع والتوزيع، هذا اني تحفظوهن اكيد، وهاي وياهن 12 قانون، هذا ال 12 قانون تحفظ يعني تحفظ على الغيب، مثلهن مثل البوابه. هاي القوانين، عن طريق هاي القوانين احنا راح نقدر نبسط المعادلات اللي عندنا. القانون شو يقول؟ اي زائد صفر يساوي لي اي. ليش هاي بديهيه؟ لان بوابه الاور، بوابه الاور هذا هاي زائد يعني بوابه اور، هذا الطرف صفر وهذا الطرف اي. فأنا إذا الأي كان واحد، واحد زائد صفر واحد، وإذا الأي كان صفر، صفر زائد صفر صفر، فإذا دائما أي زائد صفر الناتج شنو؟ أي. إذا الأي صفر الناتج صفر، إذا الأي واحد الناتج واحد. زين أي زائد واحد يعني هنا بمكان هذا الصفر، هذا الصفر خلنا نمسحه بمكان الصفر، إيش راح يصير؟ نقول واحد. هنا بالأور قلنا بس عندي طرف واحد الناتج يكون واحد بغض النظر عن هاي ايش قد قيمته، سواء كانت صفر او واحد. فاي اي زائد واحد، اي زائد واحد يساوي لي واحد. زين اي في صفر بوابة اند، هنا صفر وهنا اي، بغض النظر هذا ايش قد قيمته، ما طول عندي هنا صفر اذا الناتج صفر، لان احنا قلنا بالاند مجرد عندي صفر واحد الناتج صفر، فقط في حالة الواحد واحد يطلع واحد. زين إذا نفسه بوابة الأند اللي هو هذا أي في واحد، هنا واحد، هنا راح تعتمد على قيمة الأي، إذا الأي صفر الناتج صفر، إذا الأي واحد الناتج واحد، فهنا تعتمد على قيمة الأي. زين أي زائد أي، أي زائد أي، فإذا الأي واحد، واحد زائد واحد واحد، وإذا هاي طبعا ك ك ك كجمع منطقي، وإذا الأي صفر، إذا صفر صفر صفر، وإذا واحد فأكيد واحد واحد واحد، فهنا الناتج أي، أي زائد أي أي. زين هسا نجي إذا أي زائد القانون السادس، طبعا اي زائد اي داش، هذا اي وهذا الانفيرتر مالته، نيجي نشوف ايش يطلع لنا. العفو هاي هيك لان بوابة اور، اي زائد اي داش، اذا الاي واحد هنا راح يصير صفر فالناتج واحد، لان واحد وصفر واحد، اذا الاي صفر فهنا راح يوصل لصفر وهنا راح يدخل بالانفيرتر واحد والناتج ايضا واحد، فاذا اي زائد اي داش يساوي لي واحد. بس اي في اي يعني هيج، اي في اي، اذا الاي واحد، واحد في واحد واحد، واذا الاي صفر، صفر في صفر صفر، فالناتج اي، اي في اي الناتج اي. القانون الثامن اي في اي داش، هذا دائما الناتج صفر. ليش؟ لان اذا الاي واحد هنا وصل واحد وهنا صفر، وقلنا مجرد انا عندي طرف صفر فالناتج صفر، هاي وين؟ بوابة الاند. واذا هو هذا الطرف كان صفر وصل لهنا صفر وهنا صار واحد، وهم ما راح ياثر شيء لان صفر ويا الواحد يطلع صفر. فاي ويا اي داش، ويا اي داش، هاي داش يعني بها انفيرتر، شرحناها بالجزء الاول من المحاضره، صفر. زين اي دبل داش يساوي لي اي، شلون؟ هذا داش وحده اللي هي يعني انفيرتر، وهذا انفيرتر ثاني، سبحان الله راح يرجع اي. ليش؟ لان خلينا نقول، خلينا نفرض قيمه الاي صفر، صفر دخل باول انفيرتر ايش طلع؟ واحد، دخل بثاني انفيرتر رجع صفر. فاي دبل داش يساوي لي A. زين هاي الحد القانون التاسع. بعض طبعا هاي القوانين هسه احنا اللي شرحناها اللي هي من الواحد الى تسعة،
كلها مذكورة هياتها هاي وينها بالتفصيل الممل. هنا هذا القانون الأول A زائد صفر يساوي لي A ليش، وهنا هاي مطيك ياها، والقانون الثاني كلهن نفس الشيء، كل القوانين نفس الشيء. وهذا القانون التاسع، وصلنا للقانون العاشر. القانون العاشر شي يقول؟ القانون العاشر شي يقول؟ طبعاً بالمناسبة قبل ما نقول قبل ما ندخل بالقانون العاشر خلي هنا ننوه على شغله. بقى هاي من نقول أي زائد صفر، من نقول أي زائد صفر يساوي لي أي، ترى عادي إذا أقول بي زائد صفر أيضاً يساوي لي بي، أو مثلاً هذا أي في أي يساوي أي، عادي يعني إذا أقول بي في بي يساوي لي بي، أو سي في سي يساوي لي سي، أو دي في دي يساوي لي دي، يعني عادي أي رمز عندي. لأن تدرون أنتم المعادلة مالتي مال اللوجيك قد تكون مثلاً هيك أي بي زائداً سي زائداً دي أي، يعني حسب. فاني شنو خما انا هاي القوانين بيها بس اي، يعني امشي فقط على اي؟ لا عادي هاي القوانين نفسها ترهم، اذا بي زائد صفر اخذ واحدة من هاي القوانين، بي مثلا في واحد، سي زائد سي يساوي لي سي، وهكذا. تمام، هاي شغلة حبينا ننوه عليها. هسه وصلنا المن، وصلنا للقانون العاشر. هذا القانون العاشر والدعش والاثناش، هذا طلع عن طريق اشتقاق، يعني اي زائد اي بي يساوي لي اي، يعني هاي شلون باعوا؟ هذا طلع عن طريق مشتقة، طلع عن طريق مشتقة. راح نستخدم هاي قوانين التبديل والتجميع والتوزيع بالإضافة إلى القوانين اللي عندنا وراح نحلها. احنا خل نجي هنا هسه خل نكتب القانون A زائدا AB، A زائدا AB قلنا يساوي لي A. ليش يساوي لي اي؟ خل نجي نثبت او نبرهن هذا الشيء. بالمناسبه كلش طبيعي يجيك سؤال مثلا انطيك فد معادله واقول لك برهن لي او اثبت لي هذا يساوي لي هذا الشيء. فهنا خل نجي على هذا الطرف، احنا نريد هذا الطرف نحله بحيث يساوي لي اي، اي زائد اي زائد اي بي. زين، هنا اذا اريد اخذ عامل مشترك الاي ايش راح يصير عندي؟ اي بين قوسين هنا راح يصير واحد، هنا زائد بي ويساوي لي. إذا تذكرون القوانين مالتنا قلنا واحد زائد بي شي يساوي لي؟ يساوي لي واحد. ليش؟ لأن قلنا هاي بوابة هذا هنا زائد، يعني يا بوابة بوابة الأور، قلنا هنا واحد وهنا بي. هنا إيش راح أخلي ناتج؟ أي ناتج أخلي؟ ما طول عندي هذا الطرف واحد، فهنا سواء كان صفر أو واحد هو الناتج واحد. ف واحد زائد بي يساوي لي واحد، فهذا كل بمكان ايش راح يصير؟ راح يصير واحد، فراح يصير اي في واحد. زين، اي في واحد ايش قد يساوي لي؟ يساوي لي اي، لان هاي هم عرفناها، هاي هنا واحد هنا اي، مو؟ فاذا الاي كان صفر الناتج صفر، اذا الاي كان واحد الناتج اي، فاذا اي في واحد هو اي، فإذا الناتج تساوى لي A. فإذا هاي هو المعادلة تبسيطها، A زائد AB يساوي لي A. طبعا عادي بالمناسبة مثلا ممكن تجيك المعادلة هيجي B زائد BC، هاي شو تساوي لي؟ هاي تساوي لك B، وهكذا. بس الاشتقاق مالتها شلون يصير؟ هذا الاشتقاق عن طريق الاحتمال على القوانين السابقة. تمام، فالقانون العاشر اللي عندنا شو يقول؟ يقول A زائد AB يساوي لي A. فيقول لك this rule can be proved، يعني نقدر نثبتها by applying the distributive law اللي هو القانون الثاني اللي هو قانون التجميع أو التوزيع، يعني نجمعهن على مود نوزعهن. فهاي هنا وهاي الرول الثانية وهاي الرول الرابعة. الرول الثانية اللي هي واحد زائد بي يساوي لي واحد، واي في واحد يساوي لي اي. تمام، وهذا هو التروث تيبل مالتها، هذا التروث تيبل مالتها. فهنا تشوفون اي في بي، هاي وين الاي في بي، والناتج انجمع ويا من ويا الاي هياته. زين،
الرول داعش، الرول داعش همين يراد نثبتها. الرول داعش يقول، يقول A زائدا A داش B يساوي لي A زائدا B. A زائدا A داش B يساوي لي A زائد B. هاي إذا نريد نثبتها شلون راح نثبتها؟ زين، ايش ده يقول؟ هذا القانون الداعش مالتنا، A زائدا A داش B يقول بالنهاية يساوي لك A زائدا B. تمام، هاي وينها؟ A زائدا A داش B يساوي لي A زائدا B. فريد نعرف هاي شلون نقدر، شلون نقدر نبرهنها. زين، اول شيء نجي على هذا الطرف اللي هو A زائدا A داش B. ال A قبل شوية بالرول العشرة، ال A هي منين جاية؟ جاية من A زائدا A B زائدا A داش B، مو صحيح؟ A زائدا هاي ال A، يقول باستخدام الرول عشرة هي منين جاية؟ ال A جاية من A زائدا A B اللي هي ثبتناها هنا. فش راح يصير عندي؟ A زائدا A B، A زائدا A B زائدا A داش B. زين، نجي هسه، طبعا هاي ما لنا علاقة بيها، هاي اللي نريد نثبتها. زين، هاي ال A بالرول السابعة هي منين جاية؟ إذا قلنا A في A فالناتج هو شنو؟ A. فخلنا نقول هيك، A في A زائدا A B زائدا A داش B. الرول السابع شو يقول؟ يقول A في A يساوي لي A، وهاي أثبتناه هيك. فإذا الـ A كان واحد واحد ويا الواحد واحد، وإذا كان صفر صفر ويا الصفر صفر. فإذا الـ A في A أو A A ببوابة الآن الناتج يطلع A. تمام؟ هذا يبروف لهنا. زين، كنا نعرف بالرياضيات الصفر ما يأثر، يعني من أقول خمسة زائد اثنين يساوي لي سبعة، من أقول خمسة زائدا اثنين زائدا صفر أيضا يساوي لي سبعة، صح؟ إذن الصفر بالجمع ما يأثر، بالضرب يأثر، بس بالجمع ما يأثر. فهاي المعادلة نفسها أقول زائدا صفر، راح يتغير شيء؟ ما راح يتغير شيء. زين، الصفر منين جاي؟ الصفر منين جاي؟ الصفر ممكن 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 منين نجيبه؟ الصفر ممكن يجي إذا قلنا A في A داش الناتج راح يطلع صفر. ليش؟ خلنا قلنا هاي هيك وهنا A، فإذا الـ A كان قيمته واحد هنا وصل واحد وهنا شو وصل؟ صفر، فالناتج صفر. وإذا قيمة الـ A صفر هنا وصل صفر وهنا وصل واحد والناتج أيضا صفر. فإذا A في A داش يساوي لي صفر. زين، الصفر إذا أضيف لهاي المعادلة قلنا ما يأثر، فخلنا نقول A في A داش. حلو؟ زين، هذا الطرف وهذا الطرف شنو العامل المشترك بيناتهن؟ العامل المشترك بيناتهن هو A، فهنا راح أقول A مو A واحد زائدا A داش. هنا العامل المشترك بين هذين الاثنين وهنا العامل المشترك بين هذين الاثنين
هو البي. زين، تتذكرون بالرياضيات من كانت تجينا معادلة وناخذ هاي اللي هيجي اللي هي الطرفين في اللي هي مال التربيع، اللي هو مثلا هنا خلينا نقول 5 زائدا 2، خلينا نفرض 3 زائدا 4، مو كنا نقول ايش كنا نقول؟ هذا في هذا وهذا، وهاي الاثنين راح يصير في هذا وهذا، مو؟ هنا نفتح قوسين. نفتح قوسين، طبعا هاي باستخدام يا رول، هاي تشوفوها يصحوا لها فاكتورينج. زين، هنا مثل ما تشوفون ايش راح نقول؟ اي اللي هي مال هذا الطرف، وهنا ايضا ايش ناخذ؟ زائد. طبعا هنا ايش راح نقول؟ اي في بي واي في اي واي داش بي واي داش اي، تمام؟ طلعت لنا نفس المعادله اللي فوق، بس مجرد جزأناها، بس مجرد سوينا له جزأناها، فهيش راح تصير اي زائد اي داش واي زائد بي. زين، اي زائد اي داش شو يساوي لي؟ اي زائد اي داش شو يساوي لي؟ اي زائد اي داش شو يساوي لي؟ واحد، خلينا نفرض هنا راح يوصل صفر، فالناتج واحد، واذا كان الاي صفر هنا راح يوصل واحد، الناتج ايضا واحد، فاي زائد اي داش هو واحد، هذا واحد، واحد في A زائد B، والناتج النهائي ايش راح يساوي لي؟ A زائد B. اذا A زائد A داش B يساوي لي A زائد B، ثبتناها عن طريق هاي القوانين. قلنا هذا ال A هو منين جاي؟ جاي من A زائد AB، وال A نفسه منين جاي؟ جاي من A في A، والمعادلة أضفت لها صفر اللي هي شيء مثل لي A في A داش، والباقي بس مجرد أسوي هاي عملية الأقواس، وهاي الأقواس إذا أفكها راح ترجع هيج، والتبسيط مال هاي الأقواس A زائد A داش هو واحد، والناتج A زائد B. فإذا القانون دعش هذا وين الإثبات مالته، تمام؟ فإذا A زائد A داش B يساوي لي A زائد B، تمام؟ هذا التروث تيبل مالته. زين، نجي على القانون 12. القانون 12 شو يقول؟ يقول اي زائد ام بي بين قوسين، وبين قوسين اي زائد سي، الناتج ايش راح يساوي لي؟ اي زائد ام بي سي. فخلينا نجي نشوف هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام اذا نجي نريد نطبقه ونبسطه هل مضبوط؟ فش نقول؟ A زائد B و A زائد C، شنو الناتج شي يسوي؟ أول شي خل أوزع، فأنا ايش راح يصير؟ A في A A A و A C زائد A C و B A أو A B عادي وزائدا بي سي. هسه هنا الخطوه الاولى سوينا، الخطوه الاولى مجرد فقط وزعنا، فقط وزعنا. هسه راح نجي نبسط على راحتنا. التبسيط مالتنا شو راح يكون؟ الاي في اي ايش قد؟ اي قبل شويه اخذناها، مو؟ منين جاي اللي طبعا هاي سي؟ الاي في اي منين اجت؟ قلنا اي في نفسه الناتج A. ليش؟ لأن إذا واحد واحد في واحد واحد، وإذا صفر صفر ويا الصفر صفر،
تمام؟ فA ويا الA هي A زائدا AC زائدا AB زائدا BC. زين، عندنا قانون إذا تذكروا قبل شوية إيش قلنا؟ قلنا A زائدا AB يساوي لي A. هنا نفس الشيء، A زائدا AC هذني، A زائدا AC شو يساوي لك؟ تشوفوا هاي A زائدا AC اللي هو هذا، A زائدا AC شو يساوي لك؟ قبل يساوي لك A. طبعا هنا مبسطها مسويها A زائدا C، احنا قبل الناتج راح نكتبه A، تمام؟ فA زائدا AC الناتج شو يساوي؟ يساوي لي A اللي هي هاي الرول 10، رول نمبر 10. زين A زائدا AB شو يساوي لي؟ هاي وين هي؟ نفسها A زائدا AB يساوي لي A، فهذني اثنين هن شو راح يساوي لي؟ راح يساوي لي A، A زائدا B C، A زائدا B C، أو هذا اللي نريد نوصل له. إيش دا يقول؟ دا يقول هاي وين A زائدا B C، فهاي الرول نمبر 12، رول نمبر 12، تمام؟ رول نمبر 12 وهذا التروف تيبل مالتها. اذا طلاب اريد تنتبهون على شغله، هذا من الرول اللي هن 12 وحده وبالاضافه الى قانون التبديل والتوزيع والتجميع، هذا اللي كلهن سويت لكم اياها عباره عن سمري هاي وينها. زين، هذا فوق شرحها بالتفصيل والاثبات مالتها هاي وينها. هسه هذا قانون التبديل، هنا هنا العفو التبديل، اي نعم التبديل، هنا التجميع، هنا التوزيع، تمام؟ هنا هاي مال الاي في اي، اي زائد اي، اي داش، اي دبل داش، هاي كل هالملخص، صفر في اي او واحد في اي، صفر زائد اي، واحد زائد اي، هكذا كلهم. ومن بالاضافه الى الدي مورغان ثيوري، وبالاضافه الى الاكسكلوزيف لو اللي هي الاكس اور والاكس نور، اخذناهم بالجيتات بالفيديو السابق، تمام؟ هسه نجي على موضوع شو يقول؟ يقول الدي مورغان ثيوري. الدي مورغان ثيوري شرحت لكم اياه بالفيديو السابق، اللي هو قلنا بوابه الناند هي نفسها النيجاتيف اور، وبوابة النور هي نفسها النيجاتيف آند. فنجي شون يعني؟ قلنا بوابة بوابة الناند هي نفسها النيجاتيف أور، وبوابة النور هي نفسها النيجاتيف أنت. وضحنا هذا المثال بالفيديو السابق. يعني هنا مثلا شو نقول؟ خلنا نفرض هنا واحد ويا صفر، واحد ويا صفر ايش قد الناتج؟ صفر، وهنا اكو انفرتر الناتج واحد. نفس الشيء هنا، خلنا نجي نقول واحد ويا صفر، واحد اكو نوت هنا ايش قد وصل؟ وصل صفر، صفر اكو نوت ايش قد وصل؟ واحد، صفر ويا الواحد واحد، فهاي واحد هاي واحد. وهنا كذلك نفس الشيء، مثلا اذا قلنا واحد ويا واحد، واحد ويا واحد واحد، وهنا اكو نوت الناتج صفر. هنا نفس الشيء، واحد ويا واحد، واحد اكو نوت وصل صفر، واحد اكو نوت وصل صفر، صفر ويا الصفر صفر، فهنا الناتج صفر، هنا صفر، هنا الناتج واحد، هنا الناتج واحد. اذا الدي مورغان ثيوري شو يقول؟ الدي مورغان ثيوري شو يقول؟ ركزوا لنا على هاي النقطة يا شباب. يقول x في y داش، هي هاي مو x في y وهاي داش، يعني x دوت y الكل داش هو نفسه x داش زائدا y داش. هاي x وهاي الداش مالتها، وهاي بوابة الاور زائد، وهاي ال y وهاي الداش مالتها، تمام؟ يعني من اجي اقول a في بي الكل داش هو نفسه
A داش زائدا B داش. زين انا ايش دي يقول؟ دي يقول X زائدا Y الكل داش هو نفسه X داش في Y داش. تمام؟ هذا هو يصحوا له الدي مورغان ثيوري. الدي مورغان ثيوري وهذا التروث تيبل مالته. لا تشوفون هنا هاي الاكس وهاي الواي هنا ماخذ الاربع حالات كلهن. فهنا اذا كانت اكس في واي اللي هو الاوتبوت مال هذا دا تشوفون نفس الاوتبوت مال اكس داش زائد واي داش اللي هو الاوتبوت مال هذا نفس التروث تيبل واحد بواحد واحد بواحد واحد بواحد صفر بصفر. تمام؟ يعني هنا راح يطلع لي تروث تيبل مال ناند جيت وهنا راح يطلع لي تروث تيبل مال نور جيت. تمام؟ زين انا هذا تطبيق للدي مورغان ثيوري. دي يقول اذا عندي x y z يعني ثلاث اطراف x y z الكل داش هاي من نحولهن شي يصير سهله x داش زائدا y داش زائدا z داش. تمام؟ زين اذا عندي هيجي x زائدا y زائدا z كل هنداش هاي الشيء ايش تصير؟ هم سهله x داش y داش z داش. تمام؟ زين عندنا هذا الهومورك. هذا هومورك اللي هو ريليتد بروبلم حلونا اياه. بالمناسبه اكو فدرول تتذكروها اللي هي شو نقول؟ داش ويا الداش يعني اذا تقول اي دبل داش هو نفسه اي هو نفسه اي اي دبل داش هو نفسه اي يعني مثلا اكس دبل داش هو نفسه اكس هو نفسه اكس. زين نفس هذا المثال نجي على هذا المثال بس هنا مو قايل اكس واي زد هنا دبليو اكس واي زد نفس الشيء ما راح يفرق عندي شيء راح يطلع عندني الاربع اطراف وهنا اكس واي زد اكس واي زد هنا ايش قايل؟ قايل دبليو اكس واي زد نفس الشيء ما فرق شيء بس مجرد راح اضيف طرف لاخر. هنا عندنا هذا هم هومورك حلو هذا ريليتد بروبلم اللي هو دبليو اكس واي وزد بس الكل داش الكل داش شلون راح يصير؟ شلون راح يصير؟ احنا مثل ما نعرف اذا 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 على هاي الدش الكبيره راح تتقسم راح تتقسم يعني هاي خلينا نقول هاي الدش الكبيره راح يصير عندي 3 زائد اللي هي هاي. زين هنا عندي دبل دش هاي شلون راح تصير؟ هاي شلون راح تصير؟ ريتكم تفكرون بيها. او هذا مثلا اذا اجي اريد احله ايش راح يصير؟ دبليو داش وهاي الداش لاخ زائدا اكس داش بداش زائدا واي داش بداش زائدا زد داش بداش وبالمحصلة ايش راح يصير؟ دبليو زائدا اكس زائدا واي زائدا زد. زين هاي ايش راح يصير؟ هاي راح يصير كالآتي اكس داش داش في واي داش داش في زد داش داش وكل داش تاكل اللخ فتصير اكس واي زد. هذا حليتكم يا الهومورك بس انتو حلوت مره سهله. تمام طلاب؟ زين من التطبيقات الاخرى للدي مورغان ثيوري باع مثل ما ذكرت لكم بذاك الفيديو المحاضرة الرابعة والخامسة خليت بيها كل شهواي أمثلة فإحنا ما راح نحل كل الأمثلة نحل مثال واحد والباقي أنتو حلو اتقوى عليه وأكو بالإضافة إلى هاي related problem هاي هوموركات كلها أريدها منكم وبالإضافة قلنا راح نسوي أكثر من كويز. زين هسه خلنا نجي على الـ على هذا المثال مثلا ايش ده يقول؟ ده يقول اي زائد b زائد c داش والاي بي كلها داش زائد d وهنا افتح قوس e زائد f داش وهذا الاي اف داش والمعادله كلها من الطول للطول كلها عليها داش طويل اللي هو هذا.
زين، هذا هنا ايش دا يقول؟ دا يقول يابا طبق الدي مورجن ثيوري، طبق الدي مورجن ثيوري وطلع لنا الناتج. هنا ايش دا يقول ابو المثال؟ دا يقول يابا انا على مود ابسط المعادله ايش قد ما اقدر. دا يقول هذا الطرف اللي هو a زائد b c، هذا الطرف راح افرضه هو x، وهذا الطرف اللي هو دي وما ادري شنو، طبعا كله هو والداش مالته، هاي اذا تشوفوه كله هو والداش مالته. يقول هذا الطرف اعتبره واي، فهيج المعادله مالتي x زائد y، الx يمثل لي هذا الطرف والواي يمثل لي هذا الطرف والداش الطويل اللي هو هذا مالتهم كله. زين، بالدي مورجن ثيوري اذا قلنا x زائد y كل داش شو تساوي لي؟ هاي راح تساوي لي x داش دوت y داش. زين، هسه بمكان هذا ال x اعوض هذا القوس، وبمكان ال y اعوض هذا القوس، فايش راح يصير عندي المعادله؟ راح يصير عندي كالاتي. هاي وينها؟ بمكان هذا ال x عوضت هذا القوس، وبمكان ال y عوضت هذا القوس، تمام؟ نجي نشوف تكملة الحل. ايش دي نقول؟ دي يقول عندي الرول 9 اللي شرحناها سابقا اللي هي اي دبل داش شو تساوي لي؟ تساوي لي اي. زين، اي دبل داش تساوي لي اي، نفس الشيء يعني اذا بي دبل داش راح تساوي لي شنو؟ بي، واذا سي دبل داش ايش راح تساوي لي؟ ايضا راح تساوي لي سي. فراح اجي انا على هذا الطرف الاول اللي هو اي زائد بي سي، هذا داش وهذا داش والكل داش، وهنا دي زائد اي اف داش الكل داش. زين، هذا وينه؟ هذا الطرف اجى نفسه اللي هو هنا. زين، هسه من 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 اجي داش ويا الداش راح هذا الداش ويا هذا الداش راح، ليش؟ لان احنا قلنا اي دبل داش يعتبر كأنه ما ماكو، فالناتج ما ايش راح يصير؟ A زائد B C داش. زين، وهذا الطرف، هذا الطرف ينزل مثل ما هو. هسه ايش دا يقول؟ دا يقول طبق الدي مورجن ثيوري بس على هذا الطرف، الدي مورجن ثيوري طبق على هذا الطرف، فايش راح يصير؟ هذا ينزل مثل ما هو، ما عندنا به شيء. هذا الطرف، هذا الطرف راح نطبق عليه الدي مورجن، ايش راح يصير؟ دي زائد اي اف هنا داش وهنا داش، تشوفوهن؟ تشوفوهن؟ هذا باع هذا الطرف اللي هو دي، دي اي زائد اف، هذا داش وهذا داش وهذا الكل داش، تمام؟ هذا دي يقول طبق عليه الدي مورجن ثيوري. قلنا للسهوله، باعته للسهوله على مود، على مود تقدرون تحلوه. هذا الطرف افرضوه مثلا اكس، فايش راح يصير؟ دي اكس الكل داش، هذا ايش راح يساوي لي؟ دي داش زائد اكس داش، الاكس شنو هي قيمتها؟ هاي، فايش راح يصير؟ دي داش زائد الاكس بمكانها شنو؟ اي زائدا اف، هنا اكو داش وهنا اكو داش وهاي الداش مال الاكس الطويله، هذا راح ياكل هذا، الداش راح ياكل الداش، فايش راح تبقى عندي المعادله؟ دي داش زائدا اي زائدا اف داش اللي هو هذا وينه، تمام؟ وهذا الطرف ينزل مثل ما هو. فالناتج، ناتج التبسيط النهائي مال هاي المعادلة هو هذا وينه. نفس الشيء هنا أمثلة إضافية أكثر، A و B و C و D الكل داش، دي يقول بسطوهن، وهنا A B C D E F، وهنا A B داش C داش D E F والكل داش. طبعا هنا نفس الطريقة متبع، شو يقول مثلا؟ يقول
مثلا شو يقول؟ يقول الـ A والـ B والـ C هذني اعتبرهن X والـ D اعتبره Y، فالمعادلة ما تشرح تصير XY، ومن نحولها تصير X داش زائد داش Y داش. بمكان الـ X شو عوض؟ عوض هاي الـ A والـ B والـ C، وبمكان الـ Y شو عوض؟ عوض الـ D، فالناتج مالتي راح يصير هيج. تمام؟ هذا الطرف الـ D ما عندي بيه مشكلة، هذا الطرف أطبق عليه الـ دي مورغان ثيوري، فالناتج راح يصير هيج. نفس الشيء لهذا الطرف، هذا اعتبره X وهذا اعتبره Y، فش راح يصير X زائدا Y الكل داش، فش راح يصير X داش زائدا Y داش. بمكان ال X أخلي هذن، وبمكان ال Y أخلي هذني، هاي وينها؟ مكان ال X خلي هذن، مكان ال Y خلي هذن. زين، أجي أطبق ال دي مورغان ثيوري من جديد، فهاي ايش راح تصير؟ راح تصير A زائدا B زائدا C كل واحدة منهن داش، وكلهن مضروبات شنو؟ D زائدا E زائدا F كلهن داش. تمام طلاب؟ ان شاء الله تكون واضح. هذا المثال الاخير نفس العملية ذا، كم اعتبر هذا X وهذا Y وهذا Z، سوي هنا ثلاث اطراف، هذا هنا اعتبر هذا X وهذا اعتبره Y وهذا اعتبره Z، وايضا حل، وهذا هومورك حلوا لنا اياه ودزوا لنا اياه ان شاء الله على مود نقيمكم عليه. بالمناسبه ترى هاي هوموركات التفاعل، هذا كله عليه درجه، كله عليه درجه، الطالب اللي يشارك، الطالب اللي يدز لي، لان احنا مطالبين بموقف خلال التعليم الالكتروني من الطلاب اللي يتفاعلوا ومن اللي شاركوا، وايضا راح نعمل كوزات. هذا كذلك ايضا على الابلاينج دي مورغان ثيوري، كذلك نفس الشيء همين A و B و C ثلاث امثله، فكل وحده هاي الحل مالتهن، وهذا ايضا مثال هومورك. هذن الثلاثه محلولات بس انتم خليكم اياها على مود تتقومون. تمام زين، عندنا مثلا هذا مثال لاخ ايضا، هذا مثال لاخ ايضا، A زائد B زائد A داش B الكل داش. هذا اذا تتذكروا هذا شنو؟ هذا ال exclusive or، بس طبعا شنو؟ كله داش. هذا اذا قلنا هذا الطرف هو شنو؟ اي العفو x، وهذا الطرف y، فش راح يصير؟ x x في y الكل داش، وهذا التقسيم مالته. تمام، هنا اجي اطبق الدي مورغان ثيوري من جديد، فش راح يصير؟ a داش زائد b دبل داش. تمام، هاي راح تروح، هاي راح تروح، طلع لي هذا الناتج. اوكي زين، اوزع هسه A ويا ال A داش و A ويا ال B و B ويا ال B داش و B ويا ال B ويا ال A و ال B ويا ال B داش. طبعا A ويا ال A داش و ال B ويا ال B داش هذن الناتج مالتهم صفر، فالناتج النهائي ايش راح يصير؟ هاي وين؟ A داش B داش زائد A B. تمام، هذا اللي هو الاكس نور. فاذا الاكس اور من اخلي لها كلها داش تطلع لي شنو؟ تطلع لي اكس نور. تمام، وانا هذا همين هومورك، همين حلوا لنا اياه. زين، هذا ايضا اضافي هومورك اضافي، همين نقدر نحله. زين، هسه عندنا فد موضوع شو يقول؟ يقول بوليان اكسبريشن فور لوجيك سيركت. هسه احنا مو تعلمنا اللوجيك جيت كلها، وورا اللوجيك جيت يعني اللي هي البوابات ثمانيتهن والتروث تيبل مالتهن، وراها تعلمنا البولين والتبسيط والدي مورغان ثيوري وشون ابسط وشون اشتاق وشون عندي معادله وكل هذا التبسيط. هسه شو يقول؟ هسه يقول يابي اذا مثلا شنو نعطيك معادله، شلون مثلا هاي المعادله، هاي المعادله شو نقول لك؟ يقول لك سوي لي التروث تيبل مالتها وارسم لي اللوجيك دايجرام مالتها. تمام، شلون هاي المعادله؟ شلون هذا الرسم؟ يعني شنو يعطيك معادله؟ يريد تطلع له هذا الرسم وهذا التروث تيبل، سهله بسيطه. فمثلا نجي على هاي المعادله، افرض هذا السؤال جاك بالامتحان، اف يساوي لي اكس زائد واي داش زد. هسه انا خلينا نجي كم طرف عندي؟ عندي X و Y و Z، أجي أسوي ثلاث أطراف، هذا الطرف X
وهذا الطرف واي وهذا الطرف زد. زين، الواي والزد مضروبات، والواي بي شنو؟ بي انفيرتر، بي داش. هذا الواي بي داش وهذا الزد. الواي والزد تشبيه مضروب، فاذا هاي بوابة شنو؟ بوابة اند. وهذا الاكس. زين، هذا الطرف كله ويا هذا الطرف ايش بيه؟ بيناتهم جمع، يعني بوابة اور. هذا الناتج اف. فالاف شي يساوي لي اكس زائدا واي داش واي داش زد. زين، التروث تيبل مالتها شلون اجي؟ التروث تيبل كالاتي. التروث تيبل كالاتي، بما انه انا عندي ثلاثة انبوت، فقلنا 2 اس 3 يعني شنو؟ 8. فاذا التروث تيبل مالتي الناتج مالته يطلع 8. اجي اخذ الثمان حالات كلها، يعني 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 وهكذا. فمثل ما علمتكم 0 1 0 1 صفرين واحدين صفرين واحدين، اربع اصفار اربع وحدات، وتجي مثلا هاي ثلاث اصفار، اذا صفر 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 شو يطلع الناتج؟ صفر هنا وصل صفر، صفر هنا وصل واحد، صفر هنا وصل صفر، صفر ويا الواحد بوابة الاند هي صفر، وصفر ويا الصفر يطلع صفر بالاور. تمام، وهاي باقي التروث تيبل هيك تكمله. فيعني من الممكن انه يجيك سؤال بالامتحان تعطى فقط المعادلة، تعطى فقط المعادلة وأقول لك سوي لي التروث تيبل واللوجيك دايجرام. التروث تيبل هذا معناه، واللوجيك دايجرام هذا وينه. تمام، هذا فتشي سهل، يعني إذا جاكم فتشي كلش سهل. هوم ورك طبعا هاي، هاي بالمناسبة معادلتين، هاي معادلة وهاي معادلة. هاي سووا لي التروث تيبل مالتها واللوجيك دايجرام مالتها. تمام، زين، هسه نرجع على موضوع التبسيط مالتنا اللي هو using boolean algebra technique use. باع منطق السؤال شو يقول لك؟ use boolean algebra technique use simplify the expression، يعني باستخدام قوانين boolean algebra اللي هن ذني اللي اخذناهن الرول اللي هن 12 واحد، باستخدام هذني القوانين ال 12 واحد بسط لي هاي المعادلة، بسط لي هاي المعادلة. طبعا اكو هواي طرق للتبسيط، اكو مثلا طلاب يختصر خطوات، يختصر قوانين، يختصر، لكن النتيجه هي وحده. زين، احنا راح ناخذ مثلا مثال واحد بعض. هذا الطرف اي بي ما به تبسيط، ينزل مثل ما هو اي بي. هاي اوزعها فايش راح يصير؟ زائد AB زائدا AC، وهاي هم اوزعها فايش راح يصير؟ زائدا BB زائدا BC. تمام، اللي هي طلعت لي هاي المعادله. زين، اكو قانون شو يقول عندنا؟ يقول عندنا اي ويا الاي هو اي، او بي ويا البي هو بي، وهكذا سي ويا سي هو سي. فاني ناش عندي هاي بي ويا البي، فاي اخلص منها ايش راح تصير؟ راح تصير بي وحده. زين، عندنا قانون ثاني شي يقول؟ يقول اي زائد اي هو اي، بي زائد ام بي هو بي، او مثلا اي بي زائدا اي بي هو شنو؟ هو اي بي، وهكذا. فهنا عندي شنو؟ عندي هاي اي بي ويا الاي بي راح تصير اي بي. اذا المعادله اللي عندي ظلت هاي، وين اي بي زائدا اي سي زائدا بي زائدا بي سي. زين، عندنا قانون شو يقول؟ اللي هو القانون العاشر، اي زائدا اي بي يساوي لي بي. هذا نفسه اذا اقول بي
زائد بي سي ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي بي. فهنا نفس الشيء، بي زائد بي سي ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي بي. تمام؟ زين، اي بي زائد بي نفس الشيء، بي زائد بي اي ايش راح يساوي لي؟ ايضا بي. فهذا الطرف ويا هذا الطرف يساوي لي بي زائد اي سي. فاذا تخيلوا طلاب باعوا وياي، هاي المعادلة كلها هي تساوي هاي. هاي بشنو راح تفرق لنا طلاب؟ هاي ترى بيها فرق جدا طويل جدا كبير، العفو. هاي من اجي اريد ارسم المعادلات مالتها، من اجي اريد ارسم اللوجيك مالتها، بيها كم طرف؟ ثلاث اطراف، اي وبي وسي. هاي شنو ايش دي يقول؟ دي يقول الاي ويا السي مضروبات، هذا الاي وهذا السي مضروبات، والناتج مجموع ويا البي، هذا الناتج مجموع ويا البي. تمام؟ بس باعوا هاي، باعوا هاي صحيح بها هي بس ثلاث اطراف اي وبي وسي، صحيح هي هم ثلاث اطراف اي وبي وسي، بس باعوا كم بوابه بها؟ الاي مضروبه ويا البي، هاي بوابه واحده. نجي على الطرف الثاني، البي مجموع ويا السي، باعوا البي انجمع ويا السي، والناتج مالتهم انضرب ويا الاي، هذا الطرف الثاني. الطرف الثالث البي مجموع ويا السي، هذا وينه؟ البي والسي مو هنا مجموع، والناتج كله مضروب ويا البي، الناتج كله مضروب ويا البي، وثلاثتهن مجموعات. فباعوا هاي المعادلة ايش كبرها، باعوا البوابات كم بوابة استخدمت؟ 1 2 3 4 5، وكم سلك؟ بس باعوا من بسطتها، من بسطتها صارت عبارة عن كم بوابة؟ بوابتين، هاي هنا اند وهاي وهي هاي اور. هاي وين بوابتين؟ هاي دا تشوفوها بوابتين، وين هاي؟ خمس بوابات. فهي هاي فائدة بوليان الجبرة، لأنه هو عبارة عن تبسيط الإكسبريشن مال اللوجيك مالتي. تمام؟ هذا أيضا مثال بسطونا إياه. طبعا هنا بهذا المثال مثل ما تشوفون هنا أكيد راح تستخدم الدي مورغان ثيوري، والدي مورغان ثيوري وراها تبسط حسب الرول اللي عندك. تمام؟ هذا مثال آخر أيضا للتبسيط. زين، خل بالله مثلا نجي نشوف هذا المثال، ما بي شيء هذا المثال، هذا أوزع هاي ويا هاي وهاي ويا هاي. زين، فش راح يصير عندي؟ A B داش C، A B داش ويا البي ويا الدي، وهذا A داش B داش، عندك هاي C. تمام؟ زين، عندنا قانون شو يقول؟ يقول B ويا البي داش شو يساوي؟ يساوي صفر. فده تشوفون هاي البي داش ويا البي هاي صفر. زين، اي دوت صفر دوت دي، هذا الطرف كله راح يصير صفر. فالمعادلة مالتك ايش راح تصير؟ راح تصير هيج، اي بي دا بي داش سي زائد اي داش بي في سي، اللي هي هاي وين هالسي؟ طبعا هاي السي ما دخلتها هنا على مود المعادله، ما تصعب، قلت ابسط بعدين ادخلها. فهنا هسه راح ادخل السي هنا وهنا، ايش راح يصير عندك؟ هاي وهاي. زين، سي في سي شنو؟ يعني سي ويا سي راح يطلع لي سي وحده. زين، هنا عندي عامل مشترك بي سي بي سي، فبي سي بين قوسين اي زائد اي داش، اي زائد اي داش حسب رول 6 شو تساوي لي؟ 1. فالناتج مالتي بي سي. فانتوا باعوا طلاب شوفوا هاي المعادله، خل نزغر لكم البي دي اف شويه على مود تبين. باعوا هاي المعادله ايش كبرها؟ وكم طرف بيها؟ وكم لاين بيها؟ هاي كلها من بسطناها طلعت هيج بي سي. زين، يعني باعوا هاي، اذا اجي اريد امثلها بالبوابات، هاي البي وهاي السي وهاي الداش مال البي
وهاي الضرب بوابة واحدة هاي. بس هاي إذا أجي أريد أمثلها بالبوابات، هنا أول شيء اختصرنا الأطراف صارت عبارة عن طرفين. هنا كم طرف عندي؟ A و B و C، فراح تصير هيك A و B و C. زين ال A مضروب ويا ال B، هاي ال A مضروب ويا من ويا ال B داش. زين وال C مجموع ويا ال B وال D، طبعا هنا أربع أطراف بالمناسبة. ال B ويا ال D مجموع، والناتج مالتهن مضروب ويا ال C، والناتج مال هذني مال هذا وهذا هم مضروبات. زين وراها ال A اخذه اسوي داش وال B داش، زين مضروب حلو، هذا مجموع ويا هذا، والناتج اجوية السي كله مضروب. زين باعوا هاي المعادلة كم طرف بيها؟ بيها اربع اطراف A و B و C و D. شوفوا كم بوابة استخدمنا، 1 2 3 4 5 6 7، ورا ما بسطناها والناتج صار بس هذا بي سي، من اربع اطراف اختصرت الى طرفين، من سبع بوابات اختصرت الى بوابه واحده. وطبعا بالمناسبه اذا تجون تطبقون التروث تيبل، يعني مثلا تاخذ هنا 1 1 وهنا همين تاخذ مثلا 1 1 وهنا همين تعوضون كل الناتج، ايش راح يطلع لكم هنا؟ نفس راح يطلع لكم هنا. فموضوع السمبليفاينج كلش كلش مهم وضروري، تمام؟ هذا ايضا هومورك حلونا اياه، تمام؟ دزونا اياه. قلت لكم انا هاي المحاضره خليت فيها كلش هواي هوموركات على مود تفيدكم على مود تتقومون. هذا مثال الاخ ايضا دي يقول تبسيط، بسطوا لنا هاي المعادله، بسطوا لنا اياها، شوفوا لنا اياها ايش تطلع. ف دي يقول هذا الطرف، زين هذا الطرف هذا ويا هذا عامل مشترك ال A B داش، هذا الطرف ويا هذا ويا هذا الطرف هذا ويا هذا الطرف بي سي بي سي، فطلع البي سي عامل مشترك راح يبقى A زائد A داش، A زائد A داش الناتج واحد، هاي أصبحنا نعرفه رول 6، تمام؟ A زائد A داش يساوي لي 1، زين. هسه شو نقول؟ نقول هذا الطرف بي A B داش وهذا A B داش، همين أخذ هنا عامل مشترك C داش زائد C، هاي وينها؟ همين C داش زائد C هاي هم واحد، فهنا ايش راح يصير؟ راح يصير عندي بي سي زائدا A B داش زائدا A داش B داش C داش، تمام؟ هسه ايش دا يقول؟ وين وصلنا هسه احنا؟ وصلنا الى هاي المعادلة. زين هسه شو يقول؟ يقول من هنا اخذ عامل مشترك، هذا مو بي داش وهذا بي داش، فايش راح يصير عندي؟ بي داش طلع عامل مشترك، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي A زائد A داش ويا C، تمام؟ زين A داش زائد A زائد A داش C داش يساوي لي A زائد C داش، يعني هاي كلها ايش راح يصير بمكانها؟ بي داش تفتح قوس A زائدا C داش، تمام؟ ارجع وزعهن راح تطلع عندك هاي المعادلة، هذا التبسيط مالتنا النهائي. فإذا طلاب على مود تفتهم التبسيط، أول شيء لازم تعرف البوابات هي شنية، وبعدين قوانين بولين الجبر تفهمها، وورا ما تفهمها تحفظها على مود تساعدك بالتبسيط، وراها تجي تبسط، تمام؟
هذا ايضا هوم ورك حلونا اياه مال سمبليفاي. هذا نفس الشيء هم سمبليفاي، هنا استخدم الدي مورجن بسطها، وراها رجع هنا ايضا على التبسيط مالتها همين ايضا استخدم الدي مورجن، ورا ما استخدم الدي مورجن هنا وزع توزيع اعتيادي، ورا ما وزع طلعت لي هاي المعادله. هاي عاد بعد سهله، هاي قيمتها ايش قد؟ اي داش، وهنا راح يبدي ياخذ عامل مشترك مثلا هذا اي بي وهذا اي بي، فهنا راح يصير 1 زائد سي، وهكذا يظل ياخذ عامل مشترك لما يوصل النتيجه النهائيه هاي وينها. تمام؟ وهذا ايضا هوم ورك. لهنا نكون خلصنا وياكم الجزء الثاني من المحاضره الرابعه اللي هو كان فيما يخص اسمه بوليان الجبرة. ان شاء الله البارت الثالث من المحاضره راح يكون اللي هو برودكت اوف سام وسام اوف برودكت، اللي هو الجزء الاخير من المحاضره الرابعه. ان شاء الله تكونون افتهمتوا طريقه الشرح والفيديو، وارجع واقول اذا عندكم سؤال او استفسار لا تترددون اسالوني يعني باي وقت، وان شاء الله اقدر اجاوبكم عليها. تحياتي لكم.